الشواقة جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة، شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. الميدالية والكأس والجائزة لكل مكانه سيدات والسادة ضمن فعالية الدورة الرابعة لنصف الماراثون الدولي لمدينة الجديدة. شكر موصول السيد العامل، شكر موصول جمعية مازاكو ماراثون من اجل التفاته لكل الفئات. رضوان، مدينه الدار البيضاء، اول مره كنشارك في هذا السباق ديال الجديده، التنظيم كان ممتاز، الباركور يعني المدار ديال السباق كان هو جيد، والتوقيت كنستعد باش ان شاء الله نلعب في السباق ديال اكادير في السومي ماراثون في 21 كيلومتر، لعبتها في ساعه و 13 دقيقه، ساعه و 13 دقيقه، حيت في الريتور شويه كان التيار ديال العكس فهمتي، وكان شويه العياء. بطبيعه الحال كنشاركوا، شاركنا في سباق ديال بوسكوره، شاركنا في سباق ديال الخطوط الملكيه، شاركنا في عده سباقات فهمتي، حنا رياضه ديال الاشخاص المعاقين، اي سباق كنطمحوا نشاركوا فيه، وكنتمنوا من الناس حتى المسؤولين عن التنظيم ديال السباقات يلتفتوا لهذه الفئه هذه ويعطيوها اهتمام اكثر. شكرا. On remercie aussi M. Marc Hulot, il est venu de Paris. Merci d'être là parmi nous. Et bien entendu pour soutenir la 4e édition du Semi Marathon International. اليوم شاركت في سباق 10 كيلومترات في مدينة الجديدة انترناسيونال، والحمد لله استطعت اني نحقق واحد الرقم قياسي شخصي اللي كيمثلني نكمل في التظاهرات الدولي، ورغم الإصابة والمعاناة الحمد لله كنشكر هذا الفضل الكبير مع هذا المدرب ديالي هو ياسين بن الصغير الذي كان وقفوا وقفاته الجامعة الملكي العراقي وظلم عدوانا، والحمد لله في السباق هنا ديال المدينة الجديدة كان عرس رياضي جد جميل، وكان احتكاك قوي بين العدائين، كان احتكاك قوي بين العدائين، والحمد لله كنشكر كل من ساندني، الحمد لله حتى تعلى الرتبة الأولى في الأشخاص ذوي احتياجات خاصة، وهذا من فضل. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارتاجيو لا فيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.